طيب، غير موضوع الجهل، موضوع مثلا تدخل الأهل بعض الأحيان كمان هذه من الأسباب التي تكون في سبب الطلاق أو في سبب هذا رجل يعني عايش مع زوجته والله سبحانه وتعالى منعم عليهم بنعم كثيرة، ولكن قلة عقله صار كل مسألة تصير في هالبيت يروح ينقلها لبيت أهله ولأخواته، فما مر فترة إلا ما عاد يتفاهمه. فلما يعني حبينا أنه ندخل في الصلح، فكان شرط أساسي من الزوجة أنه أنا بصالحه بشرط إيش؟ أنه أخبارنا ما تطلع برات البيت. هذه الأخبار بيصير بيني وبينك، بتكلمني كلمة كبيرة، بكلمك هذا شيء ببيتنا، ما بتروح تشاور أختك الموجودة في الصين وأختك الموجودة باليابان وأختك الموجودة بكندا مدري إيش، وكل يوم بالتليفون شو رأيك هاي هيك حكتني زوجتي وهيك قالت لي مدري إيش، وتأتي التعليمات. فما كان إلا مضى فترة بسيطة وخرب البيت. بتكون تصالحه؟ قالت له بدك تصالحني على هذا الشرط، فكان ذلك وتصالحوا على هذا الشرط. فلذلك تدخل الأهل كان سبب في خربان البيت من الجانبين. من الجانبين طبعا، يعني هلا اذا كان برجع بقول الجهل مصيبي، الجهل هو المصيبي. فاذا كان يعني شو بيقولوا اهل الزوج عندهم منهم علم، ما بيتصرفوا التصرف هذا. في تشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، من خبب زوجا على زوجته حرمت عليه الجنة. كيف يكون التخبيب؟ تخبيب هذا انه هيك قلها وهيك عاملها وساوي عنتر. تعرف عنتر؟ ايه نعم. عنتر يعني بالشارع ما في احلى منه، بيدخل على البيت بصير عنتر، اللي واقف بيبقى واقف والقاعد ما بيسترجع يقوم، واحد بيتحرك اجا ابوكم انقطعت الكهرباء وكل واحد جمد بنفسه، هذا ما حياة. إنما إجا أبوكم قاموا الأولاد كلهم فرحين، هذا بده يحمل عن أبوه إذا في شيء، وهذا بده يقبل إيده، وهذا بنط عكتافه. هذا يعني صور جميلة جدا لما بكون الأب يعني بها. وضع أنا أذكر من أحد أقربائي يعني بهالصورة هاي، لما يجي الظهريات من الشغل تعبان جايب معه منه شغلي، أهل الدار كلهم عندهم عيد، إجا أبي وهذا يشيل وهذا يأخذ من يده وهذا يقبل إيده وهذا ينط على كتافه. هذا الأب، ما هو الأب اللي هو يعني قلت المثل الفزاعة اللي بيخافوا منه كل أولاد.